مرحبا لكم مشاهدينا، واهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مشهد اليوم يتجه إلى محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت اليوم وقررت تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتهمين جميعا بقضية المعروفة بقضية التخابر. جاء قرار التأجيل نظرا لإعلان وزارة الداخلية أنها لم تتمكن من إحضار الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى المحكمة اليوم نظرا لدواعي أمنية. المتهمون في هذه القضية يواجهون عدة اتهامات، هي التخابر مع جهات خارجية، إفشاء أسرار البلاد وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج وداخل مصر، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. الاطلاع على المزيد وتحليل هذه القضية سيكون معنا في هذه الحلقة سيادة المستشار علاء القشلان رئيس محكمة سابق والمحامي بالنقد. أهلا بك. أهلا بك سيادة المستشار، اسمح لنا هذا التقرير حول تلك المحاكمة ونعود بعدها لمتابعة هذه الحلقة، كونوا معنا. التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية هي التهم التي أسندتها النيابة العامة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى. محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي أجلت المحاكمة إلى جلسة 14 من أكتوبر المقبلة، وذلك لعدم تمكن وزارة الداخلية من إحضار الرئيس المعزول من محبسه للجلسة لدواع أمنية. تحقيقات نيابة في القضية كشفت أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بهدف إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية التي تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ بعض التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح، كذلك تأهيل عناصر من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان. أوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت العناصر الإرهابية بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، وذلك بهدف إرهاب الشعب وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها. أهلا بكم مجددا المشاهدين، وقد تابعنا هذا التقرير حول تلك المحاكمة، ونعيد الترحيب بسيادة المستشار علاء القشلان رئيس محكمة سابق والمحامي بالنقد. أهلا بك. أهلا مجددا. وفي البداية دعنا نبدأ من القضية نفسها. النائب العام أكد أن قضية التخابر تلك القضية هي الأكبر في تاريخ قضايا التخابر في مصر. كيف تم الكشف عن هذه القضية ومن الذي قام بالادعاء فيها ولماذا وصفت بأنها الأكبر؟ القضية وصفت بأنها الأكبر لأنها بدأت من قبل تولي المخلوع الحكم أو رئاسة الجمهورية أو الترشح، وكشف عن هذه القضية المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية حينما كان يحقق في الهروب من وادي من سجن وادي النطرون، وأحال القضية برمتها إلى النيابة العامة بتهم التخابر.
ولو رج... ما هي علاقتها ب... هنرجع هنرجع نعم. نقول لو رجعنا بالذاكره شويه، كان في يوم هروب محمد مرسي ويوم اقتحام السجون تحديدا، محمد مرسي اجرى مكالمه على الهواء مباشره مع قناه الجزيره بهاتف من نوع السرية، بالرغم من ان كانت محمد جميع مرسي الاتصالات مقطوعه في مصر، لان ده كان هاتف سرية متصل نعم. بالقمر الصناعي مباشره. نعم. وكان محمد مرسي مقبوض عليه قبلها يمكن ب 24 ساعه، يعني يوم 25 يناير او 26 يناير اتقبض على مجموعه من الاخوان من ضمنهم محمد مرسي. نعم. واودعوا معتقل المعتقل في النطرو. سجن وادي النطرون. تاني يوم او تالت يوم على اكثر تقدير اقتحمت السجون. اقتحام السجون تم كما الجميع يعلم بمعرفة عناصر من حماس. كيف تم هذا وكيف حدث؟ ده اللي كشفت عنه القضية اللي كان بينظرها المستشار خالد محكوم. وكان هناك تتبع لمحمد مرسي وبعض قيادات الإخوان من فترة أكبر على اشتباه في التخابر. ثبت هذا التخابر مع التحقيق في هذه القضية، بالإضافة إلى أن الأمن القومي اكتشف أن هناك بعض الإيميلات الخاصة وبعض الرسائل بتخرج من رئاسة الجمهورية إلى قناة الجزيرة لتذهب إلى قطر أو بتذهب إلى قطر مباشرة. وكان عشان كده النيابة العامة يعني لما أزدان تذهب من مكتب رئاسة الجمهورية إلى من المكتب الشخصي لرئيس الجمهورية نعم إلى قطر مباشرة أو إلى قناة الجزيرة لتسليمها في قطر. وعشان كده نبص نلاقي إنها تخابر مع جهات أجنبية خارج بلاد، إفشاء أسرار الدفاع. رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي بتعرض عليه كافة التقارير الصادرة من الأجهزة السيادية في الدولة، ولا يحق لأحد الاطلاع عليها إلا هو ورئيس الجهاز. إلا هو ورئيس الجهاز العارض له. رئيس الجهاز العارض له العارض يعني حتى سكرتارية حتى السكرتارية نعم هو اللي بيحدد مكان وضعها او تستمر زي ما هي في رئيس الجهاز، وهو اللي بياخد القرار. كل هذه التقارير في منها تم يا اما ارساله بايميل يا اما صور يا اما وكشف. طيب سيادة المستشار، حينما يرسل تقرير بهذه الدرجة من الأهمية والخطورة عن طريق ايميل، هل تم إثبات أن هذا الإيميل هو الإيميل الخاص؟ ده كل ده وارد في التحقيقات ووارد في الإثبات في أدلة الثبوت التي وردت بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات. هذا كله وارد بها. وارد بأنه أرسلت تلك وارد وارد كافة أدلة ومرفق سي دي لما تم للقاء اللي تم وللحوار اللي تم على قناة الجزيرة مع محمد مرسي. طيب الشهيد محمد مبروك أجرى تحرياته وبعد الذي قتل في مدينة ناصر بالضبط نعم. وبعد أن سلم محضر تحرياته قبل ما يسلمه كان عرضوا على رئيسه المباشر وهو اللواء عادل عزب. أي تقرير؟ اللي هو محضر التحريات محضر التحريات الخاص بهذه القضية وسلمه بعد عرضه اللي هو عدل. وعشان كده النهاردة نبص نلاقي ان محامين الدفاع او هيئة الدفاع مصر على سماع شهادة اللي هو عادل عزب. دفاع مرسي والاخرين لماذا؟ يعني هل يتأملون او يأملون لا هو هي نوع من التعطيل ده شيء وباعتباره من شهود الإثبات في القضية، ومن حق الدفاع أن يستدعي من يرى مناسبا. طب لماذا يستدعي الدفاع وللمحكمة لماذا يستدعي الدفاع شخص
هو يعني يستطيع إثبات أشياء ضد المتهم. ما هو في المناقشة نعم يا يثبت يا ينفي في لاستجوابه نوع من الاستجواب في أثناء نعم. استجوابه طيب يعني القضية الآن وهي في هذه المرحلة إلى أين تسير من وجهة نظرك؟ يعني هذه اتهامات بالتخابر ثبت من خلال أجهزة الأمن القومي أن وثائق خطيرة أرسلت عن طريق هناك وثائق خطيرة، هناك تمويل من ضمن الاتهامات، تمويل بغرض الإرهاب، هناك تدريب عسكري لتحقيق أغراض خاصة بالتنظيم الدولي، هناك أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلد ووحدتها وسلامة أراضيها، هناك إفشاء للأسرار. طب سيادة المستشار، وأسرار الدفاع تحديدا. طيب حتى تستطيع مثلا يستطيع الادعاء العام إحكام الخناق على متهم بحجم رئيس جمهورية، يجب في البداية أن تعرف صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الإطار. يعني رئيس الجمهورية في مصر تعودنا أن تكون في يده جميع الوثائق المتعلقة بالأمن القومي المصري، وهو يطلع عليها وهو يتصرف فيها بدون أن يحاسبه أحد. صلاحيات رئيس الجمهورية أيا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية وأيا كان رئيس الجمهورية، فالمساس بالأمن القومي أمر معاقب عليه قانونا ومنصوص عليه، ورجال الأمن القومي ورجال المخابرات المصرية ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة من أفضل الأجهزة على مستوى العالم ويستطيعون التمييز تماما فيما بين هذا من صلاحيته أو ليس من صلاحيته. فبكل تأكيد أن التقارير والتحريات التي تم ضمها لهذه القضية هي تحريات مؤكدة. طيب بعض رجال أحد رجال المخابرات أو نائب رئيس المخابرات تقريبا الأسبق أو السابق خرجت له بعض التصريحات لإحدى القنوات المصرية بأن مرسي لم يتم تسليمه أي وثيقة صحيحة، وهو ما نفته أجهزة المخابرات بعد ذلك. إذا كانت تلك المعلومة لو كانت صحيحة، هل يستطيع مرسي الإفلات بتلك الجريمة عن طريق هذا التصريح؟ طيب هنبعد عن مرسي ونتكلم في التخابر في حد ذاته أو في الجاسوسية، وهي نوع من أنواع التخابر. هناك العميل المزدوج، والعميل المزدوج بيستلم رسائل مغلوطة لتسليمها للخارج، لتسليمها للجهة المتخابر معها دي واحدة. هذا لا ينفي أنه كان قبل تجنيده للمخابرات المصرية كان بيعطي معلومات صحيحة. هذا إن كان هذا التصريح صادر من نائب الرئيس بحجم نائب رئيس جهاز المخابرات، يبقى أقدر، وده مش تقرير حالة ولا رأي شخصي، هو لقاء شخصي، ولكن هو استنتاج لمقولة. لما يقول نائب رئيس جهاز المخابرات انه ما سلمش وثيقة سليمة، وان الوثائق اللي سلمها وثائق مش سليمة، او الوثائق اللي ارسلها وثائق غير سليمة، يبقى سربت اليه هذه الوثائق من المخابرات او من الاجهزة السيادية حفاظا على الامن القومي للبلد، لانهم اكتشفوا ان هناك بعض الوثائق ليست ذو اهميه قد سربت، فاذا الجريمه وقعت. طيب هذا يعني دعنا يعني نغوص اكثر في تلك النقطه. اذا لم تقم ثوره 30 يونيو على مرسي، وقد اكتشفته اجهزه المخابرات واجهزه الامن القومي انه يقوم بتسريب معلومات عن الأمن القومي لدولة أخرى، إذا استمر في الحكم ما هو لم يكن مستمرا ولن لا أنا أتحدث
لا بفرض أن الشعب لم يستطع. أنا بتكلم مع حضرتك أو بقول لحضرتك واقع مقرر فيما قبل 30 يونيو. نعم. المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جناح مستأنف الإسماعيلية أصدر قراره بإحالة أوراق القضية برمتها بأدلة ثبوتها بتحقيق عن طريق هيئته دائرته بالكامل إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما ورد من اتهامات منسوبة إلى رئيس الجمهورية. طيب والنائب العام الوقت. النائب العام في وقتها كان عشان كان نائب عام إخوان يبي عشان نبقى متفقين على اللي حصل. إذن هناك قضاء قال وحقق ان الراجل ده في كذا هناك ولما راحت القضية للنيابة العامة كان النائب العام من الإخوان وكان هو اللي معينه مرسي. نعم. وكان هناك هوجة على النائب العام وبعد أن قدر النائب العام الملاكي منصبه تم استدعاء مرسي وهو رئيس للجمهورية من قبل النيابة العامة. طيب أنا أتحدث أن النائب العام كان موجودا وظل موجودا، هل كانت كل تلك القضايا ما هو مشي النائب العام نفسه مشي قبل مرسي ما يمشي لو حضرتك رجعت بالذاكرة النائب العام مشي قبل مرسي ما يمشي حتى النائب العام التالي النائب العام التالي أصدر قرارا باستدعاء مرسي للتحقيق معه في هذه القضية قبل 30 من يونيو قبل 30 من يونيو يعني كانت الأمور ستسير الأمور في ستسير في إطارها الطبيعي يعني الجهاز القضائي كان قادرا على أن يحاكم رئيس الجمهورية وليس نحن هو نحن في مثل قضائنا قضاء مستقل تماما. نعم. ووقفة رجال القضاء فيما قبل 30 يونيو وقفة أسود فما نقدرش نتكلم فيها. طيب اسمح لي سيادة المستشار أن ننتقل إلى نيويورك لنقل كلمة وزير خارجية البحرين في إطار أعتقد تقريبا دورة 69 الجمعية دورة 69 دورة 69 للجمعية.